الله إذا أراد بعبد خيرا كفر عن ذنوبه في الدنيا، وإذا أراد به شرا أمسك عنه حتى يوافي يوم القيامة بذنوبه. الذي تكثر عليه المصائب في الدنيا يا أحبابنا، لو كان له ذنوب إن صبر فبهذه المصائب يمحو الله عنه الخطايا ويرفع له درجات ويعطيه أجرا. من لا يصيب الله منه، أي لا يبتليه ببلاء ويخليه يتقلب في الراحات والنعيم، هذا ليس له عند الله درجة عالية. الذي يحبه الله يصيب منه، أي يبتليه ببلاء، إما في جسمه بكثرة الأمراض، وإما بمرارة الفقر، أي يسلط عليه الفقر الشديد فيذوق مرارة الفقر، وإما بفقدان من يعز عليه من الأهل والأصحاب والأصدقاء. البلاء أنواع. بعض الناس من شدة الجهل إذا كانوا يعيشون في رفاهية ولا تصيبهم مصائب أمراض ونحو ذلك يقولون الله أحبني، الله يحبني، يقولون. هؤلاء يفهمون الأمور على العكس. لابد الأتقياء أن يصابوا بمصائب، إما بأمراض، وإما بأذى الناس لهم، وإما بفقدان الولد. ما من نبي إلا وأصيب ببلاء كبير، حتى آدم أخرج من الجنة ونزل إلى هذه الدنيا فقاس المتاعب. الذي له عند الله خير يبتلى في الدنيا. بعض الناس يعيشون مترفهين ولا يقاسون أمراضا ولا يصابون ببلايا أخرى، فمن شدة غرورهم يقولون أنا الله يحبني. هذا عكس الحقيقة. لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء. نسأل الله تعالى أن يثيبنا على الطاعة، وأن يثبتنا عليها، وأن يثبتنا في الرخاء وفي البلاء، والحمد لله رب العالمين.